مرحبا حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله بخير وسلام يا ربي. طبعا من زمان ما مسويين اكله، بس اليوم حبايب قلبي عندنا طبخه المقلوبه المشهوره. هسه راح نشوفكم حبايب قلبي شو راح نسوي المقلوبه. طبعا طريقه المقلوبه طريقة سهلة، بس نسوي باذنجان. ورا ما خلصنا الفتيتة هاي خلينا الفتيتة، ورا ما خلصنا راح نسوي الباذنجان إن شاء الله. وعندنا عندنا اللحم والدجاج لحد ما يستوي، بعدين حبايب قلبي راح نطبخ. بعدين راح اشوفكم الطريقة حبايبي. طبعا السمنة انا ما اسويها، راكن اطبخها شوية وبعدين اخليها ويا المقلوبة. اكو قسم الناس يسووها يطبخوها ويا الباذنجان ويا اللحم والبتيتة، بس انا اسويها هيك. هسه راح اشوفكم حبايب قلبي شلون اطبخ التمن على الصفحة وبعدين ادي اخليها ويا المقلوبة. راح نسوي التمن على صفحة. طبعا التمن 3 كلاصات وياها الماي والدهن ملعقتين، ما خليته هواية دهن حبايبي لان كل شي مقلي ما اريد يصير هواية دهين، وملعقتين من الملح. وهسه راح نخليه يطبق شوية التمن. البهارات والفلفل الاسود وشويه فلفل احمر حاجه حبايبي. وهسه نجيب الطماطم اللي سويناها على شكل قطع دواير، راح نخليها شكل ويا البصل والفلفل حبايبي. قبل نسوي فيديو مال مقلوبة، بس قبل ما حاسيرين بس حسيتان ما حاسي بس كان صور أعتقد. فقلت خلي أسوي الفيديو هم مبسوط ياكو أكثر يستهمل يشوفون الطريقة تكون أسهل عندهم. الصوت احسن من الصور. هسه ورا ما قلينا كل شي حبايب قلبي راح نجي نطبق على شكل طبقات الباذنجان، بعدين الفتيتة، وبعدين الدجاج واللحم وياها، وبعدين الطبقة الأخيرة. ورا ما طبخنا السمن على الصفحة نجي نخليه آخر واحد هو السمن. هيدا نخلي الباذنجان حبايب قلبي. خلصنا من الباذنجان.
راح نحط فتيت ورا فتيت راح نخليه جاف مثل ما قلت حبايب قلبي. هاي كلها نصفطها طبعا حبايبي. المفروض يعتقد عملية كلش سهلة، مقلوبي طيب، هواية ناس يحبوا مقلوبي، ما أعتقد واحد ما يحب المقلوب خاصة الأطفال. من أول شي دي بطيطة دي باذنجان دي لحم دي دجاج. هسه حبايبي ورا ما طبخنا التمن على الصفحة سويناه شوية أحمر على شكل أحمر، مو أحمر أحمر. وهسه ورا ما خلينا كل شي طبقات، وهسه خلينا آخر طبقة معاها الرز التمن. حبايبي هاي آخر مرحلة، بس راح نخليها طبعا التمن هاي حبايب قلبي مو مستوي كلش، لازم يراد لها فت 10 دقائق لا لين ما اطبخها كلش كلش. اخليه شوية بالنهاية يستوي للأغراض. وسع حبايبي راح نخليه 10 دقائق على نار هادئة، ويخلصنا من طبقة المقلوب حبايب قلبي، وتاكلوها بألف عافية. إن شاء الله تعلمتوها طريقة كل السهلة. شكرا حبايبي على متابعتكم. شكرا حبايبي. البصل ورا ما سويناه على شكل حلقات وشكل طوال حسب ما تريد. أنا مرات أسوي واحد طوال ما سوينا حلقات. حتى ورم سوينا البصل قليناها شوية، راح نجيب الفلفل هم قطعناها على شكل حلقات أو طوال، راح نقليها ويا البصل. هاي الأحمر هي فلفل أحمر يا حبايبي، وطماطم هاي عم طماطم راح نقليها ويا البصل والفلفل. ما نقليهم حبايب قلبي راح نحط ملعقتين من الفلفل الاسود وملعقه واحده من البهارات، واني خلي شويه فلفل حار. احنا نريد حار شوي حبايبي، هاي حسب رغبه كل واحد حسب ما يريد. طيب